متابعينا وفياء، مرحبا بكم في محلات جلال للديكور. كما راكم تشوفوا رانا متواجدين اليوم امام المحل. اليوم عندنا افكار جديده راح نشارككم بها. نبدا على بركه الله بهذا الاناقه اللي راكم تشوفوا فيها. عندنا طاجين تحديد، وعندنا الطابونه العجيبه، وعندنا الطابونه السحريه، وعندنا الطابونه السحريه كما تعودنا نشوفوها. عاودنا وفرناها لكم في المحل. كان اللي جا وما لقاش الطابونه، خطره هذه رانا وفرناها لكم في المحل. نبدا على بركه الله ونشوفوا الاسعار من الكبيره الصغيره المتوسطه، ونشوفوا السحريه ونشوفوا السحريه. كما راكم تشوفوا في هذه طويله على كل حال. هذه السعر تاعها ب 620. في طابونه انيقه جميله ورائعه كما راكي تشوفي. داروا لك هنا بلاصه باش تحطي فيها على كل حال. ها كيفاش هذه فيها قجر هنا، الحاجه اللي تكثر كامل تسيحيها منا. ها اللي كما العزيزه، ها هذا قجر، وعندك بلاصه هنا ياكش ما تحطي فيها امورات قرع ولا قرع تاع زيت ولا اي حاجه. هذا قلنا السعر تاعها 620 مفروغه منها. كان المتوسطه واللي هي هذه، هذه متوسط الحجم، ما قصيره ما طويله. هذه السعر تاعها 590. زياده على ذلك عندنا موديل كيما هكا قصير، هذيك يا ام العزيزه حاجه قصيره، هذا السعر تاعها 550 يا امي الحبيبه. زياده على ذلك يا امي الحبيبه عندنا الطابونه السحريه. طافوا واش يقولوا لها السحريه على خاطر يا ام العزيزه فيها بلاك شوفونت هنايا، ما عليك غير تجبديه كيما هكذا. هاي ولات طابونه يا ام بلاك شوفونت وطابونه، هكذا طابونه عاديه. منا داروا لك هنايا الرخامه هذه باش طيبي عليها تغبزي عليها ولا كش ما ديري عليها يا ام العزيزه. وهذه طابونه منا ومنا بلاك شوفونت كش ما تطيبي لنا نعمه ولا كش ما ديري لنا كسر شحمه، اي حاجه حبيتي طيبيها منا، شوي اي واش بغيتي ديري ديري. هذه السعر تاعها يا ام العزيزه 1580 في حاجه الله يبارك. توب تاع الطوب سحريه كيما راكم تشوفوا فيها 1580. وعندنا موديل ما فيهش بلاك شوفونت اللي كنتو شفتوها، طابونه منا ومنكش ما تخبزي عليها، ما دير لنا كسرت شحمه ولا دير لنا كش فكره. منا داروك درج هكاكش ما يقطر فيها زيت ولا امورات اخرى، يعني حاجه زايده. هذه السعر تاعها يا ام العزيزه، السعر تاعها يا ام العزيزه يدير 1380 انا قال الله يبارك ما شاء الله. هاي حاجه مليحه. وعندنا موديل كيما هذا نشوفوا مع بعضنا. هذا الموديل يا ام العزيزه طويل وفيه بلاك شوفونت الله يبارك هنايا. هاي حابه ديريها طابونه، حابه ديريها بلاك شوفونت، هاي تشوي عليها طيبي عليها واش حبيتي. هذه سعر تاعها 820 يا امي الحبيبه. زياده على ذلك يا امي الغاليه العزيزه عندنا الطاجين. الطاجين عندنا الثقيل وعندنا الخفيف كما راكم تشوفوا. هذا الكبير هذا السعر تاعو يدير 135، حاجه ثقيله. وعندنا موديل كيما هكا المواية تاعو الصغير تاعو شويه، هاوليك هذا السعر تاعو يدير 115. وعندنا اللي يجي خفيف شويه هذا يدير 75، هذا 75، اما بالنسبه للثقيل كيما هذا يدير 115. وكان الكبير تاعو 135، خيروا اختاروا دي واحد للدار، يعني انا قال الله يبارك ما شاء الله. نزيدوا نروحوا نشوفوا اللي عنده طابونه وحاب يدير لها سيبور شويه قصير ولا يدير لها طويل. دوك نروحوا مع بعضنا. سيبورة تاع الطابونه كيما راكم تشوفوا، عندنا موديل كيما هكا قلاشي حاب يقلش طابونه تاعو واحد ليسالو. ها هذيك الطابونه طيب لنا، تطبخ لنا، دير لنا كلش، نتعشاو بها، نتغداو بها. هي لازم الراعي الرسمي للمنزل لازم نقلشوها، نقدروا نديروا لها واحد ديكوري كيما هذه، مش خساره فيها قندوره تاع قطيفه كيما هذه. هذا السعر تاعها يدير 50000. عندنا موديل كيما هذا هاوليك يا ام العزيزه، السعر تاعو يدير 55000. وعندنا موديل كيما هذا يدير 75 هكذا. هاوليك هذا شويه زايد على الاخرين، ها شغل طويل شويه. هذا السعر تاعو 75000. وعندنا الطويل دوك نشوفوا مع بعضنا. كيما راكم تشوفوا في الطويل، حاب عندك طابونه يا ام العزيزه بغيتي ديري طابونه طويله، ما غادي ديرها سيبور كيما هكذا. هاوليك انا قال الله يبارك ما شاء الله. السعر تاعو 145. زدنا جبنا لكم يا ام العزيزه سيبور تاع الطاجين كيما هذا، يهز لك ربع طواجن، زوج منا وزوج منا. هاوليك الله يبارك ما شاء الله. هذا السعر تاعو 45، خير اختار دي واحد للدار. امي الحبيبه خالتي العزيزه، خالتي مدام جدتي الحنونه، عندنا ثاني الكرسي العجيب الانيق. ها كرسي تاع حطب الله يبارك ما شاء الله. هاوليك وفرنا لكم في المحل، يشتيو العزايز بزاف. ديديكاس جميع العجائز اللي معنا من بينهم جدتي الحنونه خالتي فريده، يعني جدتي فريده، جدتي سليمه، عمتي على كل حال امي الحبيبه سليمه، خالتي حفيظه العزيزه كما راكي تشوفي. هذا السعر تاعو 35، هاوليك وفرناه في المحل الله يبارك ما شاء الله. هاوليك 35 خير واختاروا ديال الدار. هاوليك نزيدوا نروحوا نشوفوا مع بعضنا اناقه اخرى. عندنا المايده، عندنا مايده كيما هذه دارت 165، وعندنا الطويله عليها شويه 175، وعندنا تاع الحطب دارت 95، وعندنا موديل كيما هكذا بسعر 50000. امي الحبيبه خالتي العزيزه كيما كنتي شتي معايا لافير تاع اليوم، واللي هي ركزنا بزاف على الطابونه العجيبه. كاين طابونه قصيره متوسطه الطول، وكاين طويله، وكاين السحريه، وكاين السحريه. امي الحبيبه خالتي العزيزه شكرا لحسن المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.